السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع بستخدمه كتير جدا اسمه restream.io. ده بستخدمه في ايه؟ ده بستخدمه ان انا ابث المحاضرة على اكتر من موقع في نفس الوقت. يعني تقدر تبث في اليوتيوب او تويتش او فيسبوك او لينكد ان او مواقع كتيرة بتقدر تبث لها في نفس الوقت. تقدر تقول له اد تشانل، هتلاقي حاجات كتير جدا، مثلا زي تويتر، زي في ال في لايف، زائد ان في مواقع كتيرة خاصة بالالعاب، موقع ستريم، موقع كود اوكي دوت ار يو، وهكذا. في مواقع كتيرة جدا تقدر تبث نفس الحاجة في نفس الوقت لقنوات كتيرة جدا، تمام؟ وده بيساعدك على الانتشار. كل اللي عليك ان انت تدخل على الموقع، تعمل حساب، بعد كده تقول له اد تشانل، وممكن تقول له انا عايز ادخل بقى لايف استوديو، تمام؟ بحيث ان انت تبدأ تبث الحاجة اللي انت عايزها. او حاجة تانية انا بعملها هقول لكم عليها دلوقتي، او بيبدأ بقى يشغل الستريم ويبدأ يبث في كل المواقع دي في نفس الوقت، تمام؟ انا بستخدم حاجة تانية، الا وهو برنامج اسمه او بي اس، تمام؟ برنامج او بي اس دوت بقدر اشغل الحاجة اللي انا عايزها، تمام؟ انا مثلا مظبطه ان هو يشغل من برامج الزوم، فانا قافل الزوم دلوقتي، فمفيش حاجة. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز بس مثلا في ال سي فيديو سورس، عايز اسجل مثلا فيديو معين اهو، تمام؟ اسميه اوكي، وهبدا اقول له مثلا عايز ابث كل الحاجات دي. تقدر تبث منها مثلا صفحه بتاعه الكود، تمام؟ اقول له اوكي وابدا اعملها كده، بحيث ان انا بشرح مثلا من برنامج اللي هو فيجوال ستوديو كود والناس كلها شايفه في نفس الوقت اللي هبث فيه. هبث على لينكد ان واليوتيوب وتويتش وفيسبوك واو لايف وهكذا. طيب ازاي اظبط بقى ان هو يبث على ريستريم؟ باجي هنا سيتنج، بلا ستريم. العادي ان هو بقول له كاستم، او بقول له يوتيوب او فيسبوك او كده. انا اخترت ريستريم دوت اي او، فبيجي لي هنا كونكت، بدوس كونكت، هو اوتوماتيك بيلقط المعلومات وياخد المعلومات، فبتكتب مره واحده، مش كل مره بدخل على الموقع اخد الكود، لا، هي اول مره بس بتقول له كونكت، فبيبدا يدخل على الحساب بتاعك ويبدا يسجل. وكل مره بتيجي تبث الحاجه تكتب الستريم تايتل هنا، ما تنساش، لان هو اوتوماتيك هياخد اخر حاجه انت بثتها، فده يعمل لخبطه ان انت بتبث فيديو وهو كاتب حاجه تانية، تمام؟ فبتقول له ستارت ستريم، فبيبدا يبث على لينكد ان وعلى اليوتيوب وعلى تويتش وعلى الفيسبوك وهكذا. تقدر تغير المجموعه دي، تقدر تقفل اي واحد فيهم لو انت حاسس ان هو في مشكله. باي ذا واي، اللينكد ان عشان تبث فيه لازم هو يديك تصريح خاص، يعني تدخل على لينكد ان يبدا يقول لك الستريم ده مش لاي حد، لازم تتاكد ان انت بتبث حاجه مفيده وحاجه زي كده، تمام؟ فدي من ضمن الملاحظات. وبعد كده، بعد ما تقول له ستارت ستريم، بعد كده تقول له ستوب ستريم لما تكون وقفت، او ممكن تقول له ستارت ريكوردنج لو انت عايز تسجل الشاشه. البرنامج ده ممتاز جدا، اللي هو او بي اس، مجاني واوبن سورس، تقدر تحط حاجات كتير قوي، يعني حاطط الصوره اهيت، ممكن تحط صوت، ممكن تختار فيديو يكون عندك اصلا وتقول له بس الفيديو دوت على كل الحاجات دي في نفس الوقت. هحاول اعملها بعد شوية بعد ما اخلص الفيديو دوت. ف استمتعوا بيه ان شاء الله.